السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. اليوم عندنا لكم بفيديو جديد. اليوم طبعا قبل مرة هاي نزلنا فيديو عن أسباب ارتفاع درجات حرارة الكمبيوتر، وقلنا منها البيئة المحيطة بالجهاز والغبرة وهاي الأشياء كلها، وقلنا السبب الرئيسي لارتفاع درجة حرارة الجهاز هي تبريد المعالج. تبريد المعالج أحد أهم الأسباب اللي بتخلي جهازك ترتفع حرارته، واليوم جبنا لكم بالدليل. اليوم راح نفرجيكم ونجرب معكم مروحة عادية من جيم ماكس، مروحة ال 220 واط سيجما 550 انفينيتي. هي اذا واضحه معكم. المهم الان راح نجربها، راح نفحص لكم على الثروتل مروحه الانتل ستوك وكيف اداء الحراره عليها، وراح نركب هاي المروحه ونجرب اداء الحراره عليها ونضغطها على الثروتل. الان خلينا نروح ونشوف شو في جوات العلبه. نبدا نفتح من البداية. أن هاي العلبة فيها شوية محتويات لأدوات لتثبيت القطعة. عندك هاي القطع وبراغيث الحدايد، والإشي الأهم إنه موجودة معجونة من جيم ماكس، معجونة للمروحة نفسها. عندك بعض شوية البراغي، وعندك هون كيف بتقدر ترتبها، كتيب كامل موجود. وعندك هاي هون وصلنا بالنهاية للقطعة نفسها، هذه هي طبعا موجودة بنظام الـ ARGB اللي بخليك تقدر انك تتحكم بالألوان اللي بتضوي، وعندك الضوء من قدام ومن فوق. وخلينا نجرب القطعة مع بعض ونشوف الحرارة قبل وبعد. كملوا معنا بالفيديو.